اهلا وسهلا بيكم في قناة بوسي كروشيه. نعمل مع بعض النهاردة وردة شكلها جميل بالكروشيه. هنعمل الدايرة السحرية، بعد كده بعد ما عملنا الدايرة السحرية هنعمل غرزة سلسلة، وهنشتغل جوه الدايرة دي 8 غرزة حشو. 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى ارتفعت، عملت الدايرة السحرية وبعد كده ارتفعت سلسلة، وبعد كده عملت جوه الدايرة 8 غرزة حشو، قفلت الدايرة بالشكل ده كده. هروح عند اول غرزة حشو عملتها وهعمل فيها غرزة منزلقة، كده تبقى معايا 8 غرز حشو. 1 2 3 4 5 6 7 8. انا عندي كل غرزه فيها فتله اماميه وفيها فتله خلفيه. انا هشتغل في الدور ده في الفتله الخلفيه الاماميه. هروح عند غرزه الحشو اللي بعديها في الفتله الاماميه وهعمل فيها غرزه منزلقه، بعد كده هشتغل سلسلة 3 سلسلة 2 3، وهدخل في الفتلتين دول، الفتلة دي والفتلة دي، وهعمل فيها غرزة منزلقة، كون معايا حلقة بالشكل ده كده. بعد كده هنتقل لغرزة الحشو، هنتقل للغرزة اللي بعديها واشتغل في الفتلة الأمامية برضو، هعمل فيها غرزة منزلقة، وبعد كده بشتغل 3 سلسلة وبروح أدخل في الفتلتين دول اللي هما بتاعت المنزلقة، وبعمل فيهم غرزة منزلقة، بعد كده بنتقل للغرزة اللي بعديها وبشتغل برضو في الفتلة الأمامية. الدور ده كله هشتغله في الفتلة الأمامية وأعمل غرزة منزلقة، وبعد كده بشتغل 3 سلسلة وبشتغل وبروح أعمل في الفتلتين دول اللي هي الفتلة دي والفتلة دي، بشتغل فيها غرزة منزلقة، وبنتقل للغرزة اللي بعديها في الفتلة الأمامية وبعمل غرزة منزلقة، وبعد كده بشتغل 3 سلسلة وبروح في الفتلتين دولي وبعمل فيهم غرزة منزلقة، وبنتقل للغرزة اللي بعديها في الفتلة الأمامية وبعمل غرزة منزلقة، بعد كده بشتغل 3 سلسلة وبشتغل في الفتلتين دول اللي هي الفتلة دي والفتلة دي، بعمل فيهم غرزة منزلقة، وبنتقل للغرزة اللي بعديها في الفتلة الأمامية وبعمل فيها غرزة منزلقة، وبشتغل 3 سلسلة وبنزل اشتغل في الفتلتين دول، بعمل فيهم غرزة منزلقة. انا معايا 8 غرز، المفروض يكون معايا 8 بتلات من دي كده. 1 2 3 4 5 6، فاضل 2. هنتقل للغرزة اللي بعديها في الفتلة الامامية وهعمل فيها غرزة منزلقة، وبعد كده هشتغل 3 سلسلة وادخل في الفتلتين دولي اللي هي الفتلة اللي هنا دي
والفتلة دي، وبشتغل غرزة منزلقة، وانتقل للغرزة اللي بعديها ودي اخر غرزة، واعمل في الفتلة الامامية غرزة منزلقة، وبشتغل 3 سلسلة، واروح للفتلتين اللي تحت وبشتغل فيهم منزلقة، بعد كده بروح هنا عند اول غرزة وبشتغل فيها غرزة منزلقة اللي انا ارتفعت منها السلسلة في الدور الاول، بعد كده برتفع وبقص الخيط الزيادة، بدخل طبعا بيكون معايا ابرة التنظيف، بدخل الخيط الزيادة في الشغل من ورا. انا هنا في الدراوند ده اشتغلت في الفتلة الامامية، كونت معايا بالشكل ده كده، هنا عندي فتلات خلفية، هقص الخيط اللي ورا ده، عندي 8 فتلات اللي هما بتاعت 8 غرز، 1 2 3 4 5 6 7 8، هدخل في اي فتلة فيهم من ورا بالشكل ده كده، بدخل في اي فتلة وهسحب الخيط اللي انا عايزة ادخله اي لون، وممكن اسيبها بنفس اللون، بعد كده بشتغل 13 غرزة سلسلة كده، اول غرزة 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13، يبقى كده سحبت الخيط من الفتلة الخلفية واشتغلت 13 سلسلة، هسيب الفتلة اللي فيها الإبرة وهدخل في الغرزة اللي بعديها وهعمل فيها غرزة حشو، والغرزة اللي بعديها هشتغل فيها غرزة نص عمود، واللي بعديها هشتغل فيها غرزة عمود بلفة، بعد كده هشتغل 5 غرزة عمود ب2 لفة، في كل غرزة هعمل فيها غرزة عمود ب2 لفة كده، اول واحد، كمان مرة غرزة عمود ب2 لفة كده، تاني غرزة عمود ب2 لفة كمان مرة، كده تالت غرزة عمود ب2 لفة كمان مرة، كده رابع غرزة عمود ب2 لفة، اخر مرة هعمل غرزة عمود ب2 لفة كده، خامس غرزة عمود ب2 لفة، بعد كده هلف الخيط على الابرة واعمل غرزة عمود بلفة، بعد كده هشتغل غرزة نص عمود، وبعد كده هشتغل غرزة حشو، في آخر غرزة سلسلة هعمل فيها غرزة حشو، يكون معايا ورقة بالشكل ده كده. بعد كده هروح للفتلة الخلفية من ورا وهدخل فيها من ورا وهعمل فيها غرزة منزلقة، الفتلة الخلفية للغرزة اللي بعديها على طول من ورا وهعمل فيها غرزة منزلقة، كده اتكونت معايا اول ورقة، تاني هرتفع 13 سلسلة، 1 2 3 4 5
ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر. هسيب الغرزة اللي فيها الإبرة وهدخل في الغرزة اللي بعديها وهعمل فيها غرزة حشو، واللي بعديها هعمل فيها غرزة نص عمود، واللي بعديها هعمل فيها غرزة عمود بلفة، بعد كده هشتغل خمسة غرزة عمود باتنين لفة، في كل غرزة هعمل فيها غرزة عمود باتنين لفة خمس مرات كده. واحد كده اتنين كده تلاتة كده أربعة كده خمسة. بعد كده هكرر تاني، هعمل غرزة عمود بلفة، وبعد كده هشتغل غرزة نص عمود، بعد كده هشتغل غرزة حشو، بعد كده هروح للغرزة اللي بعديها، واحنا طبعا بنشتغل في الفتلة الخلفية، وهعمل فيها غرزة منزلقة كده. اتكونت معايا تاني ورقة، تكون معايا بالشكل ده كده. هشتغل تالت ورقة دلوقتي وهرتفع 13 سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر. وهسيب الغرزة اللي فيها الإبرة وادخل في الغرزة اللي بعديها واعمل غرزة حشو، والغرزة اللي بعديها هعمل فيها غرزة نص عمود، واللي بعديها هعمل فيها غرزة عمود بلفة، واللي بعديها هدخل واعمل فيها خمس مرات غرزة عمود باتنين لفة، خمس غرز هعمل فيهم خمس غرز عمود باتنين لفة كده. واحد كده اتنين كده تلاتة كده أربعة كده خمسة بعد كده هكرر، هعمل غرزة عمود بلفة، بعد كده هشتغل غرزة نص عمود، بعد كده هشتغل غرزة حشو، بعد كده هروح للغرزة اللي بعديهم الفتلة الخلفية وهعمل فيها غرزة منزلقة، برتفع 13 سلسلة، وبكرر نفس الطريقة ان انا برتفع 13 سلسلة وبعمل غرزة حشو، بعد كده غرزة نص عمود، بعد كده غرزة عمود بلفة، بعد كده خمسة غرزة عمود باتنين لفة، وبعد كده بكرر غرزة عمود بلفة غرزة نص عمود غرزة حشو، وبقفل بمنزلقة في الفتلة الخلفية في الغرزة اللي بعدي. انا كده معايا تلاتة، فاضل خمسة، هكمل اخر الدور خمسة كمان وهرجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني ووصلت لنهاية الدور، وهشتغل اخر ورقة معاكم، وهشتغل 13 سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر. وهدخل في الغرزة اللي بعديها وهعمل فيها غرزة حشو، بعد كده غرزة نص عمود، بعد كده هشتغل غرزة عمود بلفة، بعد كده هشتغل خمسة غرزة عمود باتنين لفة. واحد اتنين
ثلاثة. أربعة. كده خمسة. بعد كده هشتغل غرزة عمود بلفة، غرزة نص عمود، غرزة حشو، وهروح للغرزة اللي بعديها على طول اللي هي دي، هشتغل فيها غرزة منزلقة. بعد كده هرتفع السلسلة وهقص الخيط الزيادة. كده عملت وحدة وردة شكلها جميل. انا كنت عاملة 8 غرز وكنت عملت هنا 8 بتلات، فبقى عملت بالتالي 8 ورقات شجرة. 1 2 3 4 5 6 7 8 تكون معانا بالشكل ده. كده وحدة وردة شكلها جديد ومميز بالكروشيه. لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.